في ترسي مستقبل الوطن. ماذا تقول للمواطن المصري العادي بحثه عن المشاركة الإيجابية في هذه الاستفتاءات؟ أولا زي ما قلنا هي أمانة لابد أن نؤديها وهي حق لابد أن لا نفرط فيه. يعني وجود فترة إدلاء الرأي بثلاث أيام بتتيح لكل من يرغب في المشاركة أنه يأتي ويشارك، وده طبعا ممكن أحيانا بيبقى في فترات السنة دي بتبقى مزدحمة، فترات أخرى بتبقى نسبة القبول أقل وهكذا، وده شيء طبيعي في أي استفتاءات أو انتخابات أخرى، لأنه مواعيد العمل بتختلف والارتباطات بتختلف. بس لازم إن إحنا ناخد وقت مش هيزيد، لو أنت رحت مش في غير وقت الذروة مش هتاخد زي كده دقيقة أو دقيقتين. حتى فندم هو لو وافد كمان موفر ليه إن هو ينتخب كل الوافدين، الوافدين موفر ليه كل الوافدين. بالإضافة طبعا دي نقطة مهمة، أنا كان نفسي أدلي بصوتي النهاردة بسؤال، بس الحقيقة لولا وجود ارتباطات فما لحقتش. شكرا عليك. شكرا.